السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا اليوم راح اتكلم معكم عن السوفتوير الجديد اللي نزل، اللي هو 12.3 بيتا 2، نسخه تجريبيه للان ما نزلت للمطورين، للان فيها مشاكل. سويت معكم البيتا الاول قبل اسبوعين تقريبا، والحين بسوي معكم البيتا الثاني توه نازل قبل شوي، ما حددت الحين. طبعا في خطوه احسها ناقصه بين كل بيتا، اصلا اني كان اسوي البيتا واطلع لكم الميزات حقها، وبعدها بيومين او ثلاث ايام اسوي فيديو ثاني واسوي انطباع للبيتا اللي استخدمته الحين. فانتم كيفكم؟ هل اسوي مثلا فيديو للبيتا، مثلا الحين بسوي البيتا 12.3 البيتا الثاني، بس تبون مثلا بعد يومين او ثلاثة ايام اسوي فيديو ثاني انطباعي له بعد استخدام يوم او يومين، او نفس الحين سويت ال 12.3 قبل اسبوع، وحين بما ان نزلت ال 12.3 البيتا الثاني في نفس الفيديو البيتا الثاني بدايته اسوي انطباعي للبيتا الاول واشبك معاكم على البيتا اللي نزل الجديد. فانتم كيفكم؟ هل اسوي فيديو منفصل للانطباع او فيديو نفسه مع البيتا اللي بعده انطباعي للبيتا اللي قبل؟ فاكتبوا لي تحت التعليقات شو اللي ودكم، وخلونا نبدا الحين. انطباع البيتا الاول، النسخه التجريبيه للاي او اس 12.3 اول نسخة. الحمد لله نظر نزلت نسخة ثانية. النسخة الاولى كنت بس انتظر ابل تنزل النسخة الثانية. كراشات، افتح البرنامج طلع من البرنامج، البطارية ما كانت ديك السيئة، يعني كانت ممتازة بالنسبة لي، اني راح الدوام مثلا من الساعة 9 الصباح ارجع المغرب في باقي 20% 30%، فكانت ممتازة. لكن الكراشات، افتح البرنامج طلع من البرنامج، التعليق اللي يجيني مثلا لو افتح الاعدادات احيانا يعلق ما يتحرك، الاب ستور احيانا فتح يعلق احيانا يطلع من البرنامج. فالحمد لله ابل نزلت نسخة جديدة، هي نزلت نسخة 12.3 البيتا الثاني الحين، وبرضه نزلت 5.2.1 للابل واتش. ما اتوقع الكل عنده ذاك الحماس للابل واتش، فاكتبوا لي تحت التعليقات اذا كنتوا تبون اسوي نسخ تجريبية منفصلة حق الابل واتش ولا لا. وبس خلونا نبدا الحين للنسخة التجريبية الثانية من 12.3. خلونا نبدا معاكم الحين. تقريبا ما في اي شيء نقدر نسويه الا نحدث الجهاز. طبعا قبل التحديث نخش مثل ما عودناكم 12.3، نسوي سكرين شوت لحق بيلت نمبر. طبعا هذا الخيار هذا تخش الاعدادات عام حول، ما انا بالانجليزي فقلت لكم بالعربي شنو. نزل تحت تشوف المودم الفيرموير، نسوي سكرين شوت. طبعا ما قلت لكم برضو توقع في البيتا الاول اللي سويته كان الشبكة الـ 3G السرعة حقتها نازلة بكثير، فرق كثير بين 12.2 في سرعة الانترنت على الشريحة و 12.3 النسخة التجريبية الأولى. فالحين نشبك ونحدث النسخة التجريبية الثانية ونشيك الانترنت هذا راح يكون أفضل ولا لا. برضو ما قلت لكم الشبك في الويرلس، يعني أشبك عليه بعد 10 دقائق شوي أفصل الحالة. فالنسخة دي كانت فيها مشاكل كثيرة، أتمنى الحين تنحل. حجم التعليق اللي ما تشوفون 351.2 تقريبا كان، ما ركزت فيه، ميجا بايت. فطبعا الحين بحثته، احنا عندي الساعة 2:30 بحثته وبجلس معه تقريبا ساعة ساعة ونص ساعتين كذا، برجع اكمل معكم الفيديو. هنا برضو بحدث نسخة الابل واتش. طبعا اللي ما يعرف التحديث كيف الابل واتش، البداية يشبك على الساعة، يخش على الداتا بلوتوث يشبك على الساعة، بعدين يخش حق الابل واتش، يروح العام يخش على السوفتوير اول واحد ويحدث. جالس يحدث عندي الحين. طبعا الابل واتش حتى لو انه مشحونة فوق 50% لازم يكون مشبوكة على الكهرب. فبما تشوفون الحين انا شبكها فوق على الكهرب، فالخطوات انها تكون شبكة على الكهرب لازم تكون فوق الخمسين. لو شبكة على الكهرب فيها مثلا 20% لازم تخليها تشحن لين فوق الخمسين، بعدين راح ينزل التحديث عليها. بما ان انا عندي اصلا مشبوكة وفيها فوق الخمسين مثل ما اشوف هنا فيها 82، فخلاص الحين راح تنزل راح يتحمل على طول التحديث ويثبت على طول. لما يخلص الايفون تحميل النظام خلينا نتكلم عن السوفتويرات واعلمكم بشكل بسيط عن الفروق بين تحديثات ابل او ابل كيف تمشي بسلسله تحديثاتها. طبعا بدايه مثلا لو بنتكلم على iOS 12، فاذا كنت انت في iOS 11 ونقلت لiOS 12 فبتكون عندك ميزات قويه. ليش؟ لان اول رقم تغير. ابل تقسم الارقام حقت iOS على ثلاث ارقام، الرقم الاول على اليسار اذا تغير، مثلا اذا كنت على 12 ورحت 13 راح تكون عندك ميزات جديده او تحديث جذري، يعني في ميزات كثيره بيكون في التحديث. اذا لا الرقم الثاني تغير، مثلا لو كنت في 12.1 مثلا ونزلت على 12.2 هذا التحديث، فالرقم الثاني تغير، فبرضه في ميزات نزلت، ميزه او ميزتين او ثلاث، المهم انه في ميزات نزلت. لكن لا اذا كنت انت على الرقم الثاني مثلا 12.2 نزل تحديث 12.2.1 مثل هذا، فنزل عندك رقم ثالث، فيعتبر ما في ميزات بس تحديثات امنيه، مثل مثلا في خلل هنا او الباتري او الجهاز بطيء او في كراش في بعض البرامج تطلع، يعني تعديلات بسيطه بس ما فيه تحديث. وبرضه اذا كنت 12.2.1 ونزل لك تحديث وتغير الرقم الثالث مثلا 12.2.2 هذا الرقم الثالث بس اللي تغير، فنفس الحركه ما في اي ميزات، فقط تعديلات على النظام، استقرار النظام، الباتري تخلص عندك بسرعه كذا. لكن لو انك في 12.2.2 وتغير عندك مثلا الرقم الثاني اللي هو هذا هو صرت الحين 12.3، فلازم تكون عندك ميزات جديده نزلت في النظام.
وتمشي مع الحركة دي حتى لو انك تنزل عندك مثلا بعد سنة ينزل iOS 13 كنت على 12.3 وتغير عندك الرقم الاول من 12 ل13 برضو ميزات قوية راح تكون عندك يعني تحديث جذري. بعدها باسبوعين ثلاثة اسابيع على 100% ان بتكون في مشاكل راح تنزل ابل بعدها iOS 13.0.1 مثلا ما راح تعدل شيء بس بتنزل لك 13 راح يكون عندك 13.0.1 طبعا سامحوني على الخطة. ف هذه ما راح تكون فيها اي ميزه فقط تعديل ان الرقم الثالث من الصفر نفسه ما راح ننتقل الصفر دقيقه بس خله تها سكرين شوت ونستخدمها هنا احسن. ف كنت على هذا الاصدار 13.0 بعدها نزل عندك iOS 13.0.1 فالرقم الاول نفسه ما تغير الرقم الثاني برضو نفسه ما تغير الرقم الثالث اللي هو ال1 هنا نزل كذا. ابل بس تحديثات امنيه تغرف النظام اشياء خفيفه تعدلت. طبعا سامحوني اذا ما قلت لكم على الخط لان الجهاز واقف فما اقدر اكتب كذا. لكن اذا انت كنت على مثلا 12.0 ونزلت على طول دايركت على 13 برضه في تحديثات كثيره. او هنا كنت ونزلت تحت برضه في تحديثات كثيره. ليش؟ لان تغير الرقم الاول فقط. هذا اللي كنت اتمنى انكم تعرفونه قبل ما ننزل التحديث. اوكي وبكذا خلص السوفت وير مثل ما اشوف. وبكذا يقول لك ان الجهاز حدث على iOS 12.3 يعني الجهاز حدث بشيكه بجلس عليه يعني ساعه او ساعتين والساعه برضه تحدثت وخلصت. فشوفكم بعد شوي بالنسخه التجريبيه الثانيه من iOS 12.3. هذا اول كراش ما اخذت الحين دقيقتين من استخدمته طفى الجهاز فتحت الرسائل طفى. نقول ما عليه اول استخدام لي بعد التحديث نشوف الحين بعد ما يشتغل نشوف هل بيصير كويس ولا مو كويس. نرجع معاكم بعد ساعتين مثل ما قلت لكم نشوف. ما ادري حس طول هو على ذا النمط ما ادري هل علقنا اشتغل اوكي. مره ثانيه يقول لي ان الجهاز تحدث مع اني فتحته قبل شوي بس ما استوعب اني فتحته. نجرب الحين نفتحه معاكم ونشوف. اوكي شغلته اوكي الساعه يقول لك تحدثت. نفتح مثلا الرسائل نشوف الرسائل اشتغلت الحين. اوكي الحين تقريبا ما في اي شيء. الواي فاي زين بس تشتغل شوي. طيب زين اشتغلت. نشيك معاكم الحين نرجع معاكم بعد شوي. خليكم مثل ما قلت رجعنا معاكم بعد ساعة ونص تقريبا من استخدام البيتا الثاني لايوس 12.3. اسف اذا كذا مرة اعيدها لكم بسبب التأكيد بس. فالحين لو نخش الاعدادات عام حول نشوف الرقم الحين تغير. الحين عندنا 16F51 29D هذا الرقم القديم اللي كان موجود لما تشوفون الفرق. لو ننزل تحت نشوف الفيرموير عندنا 1.05.01 هذا الشبكة طبعا برضو تغير في هذا الإصدار القديم مثل ما تشوفونه هنا كان أول 0.00 الحين 0.01 فيعتبر تغيير. راح نشوف عدد الشبكة ونشوف سرعة الشبكة هل فيها تغيير ملحوظ للأفضل ولا للأسوأ. بس هذا التغيير في الفيرموير في الإعدادات في الجهاز. طيب نشوف معاكم الحين التغييرات الموجودة الحين في الجهاز. لو بنفتح أول برنامج برنامج تي في بما أنه تغير في 12.3 نسخة التجريبية الأولى نشوف النسخة التجريبية الثانية شو اللي تغير فيه. أول ما نفتحه راح تجيك رسالة الحين جديدة مثل ما نشوف بما انها جات لي برضو في النسخه الاولى الحين غيروها وتجي لك في النسخه الثانيه برضو. لو نضغط نشاهد ننتظر نشوف شو اوكي فتح فرق. الحين اذا كان عندك النسخه الاولى راح تشوف هنا صقر والصور والاشياء دي كلها. الشيء الحلو برضو مثل هنا هذا الاتش بي او حاطين لك الجيم اوف ثرونز هنا اللي يشاهد جيم اوف ثرونز باي اوكي سيزون القديم 2017 تقدر تشتري. حلو فيه هنا انه برضو برامج مثل هولو شو تايم والاشياء دي كلها الستريمينج برامج تقدر تشترك فيهم هنا. ابل تعطيك انه مجاني شهر تشوف يصلح لك ولا ما يصلح لك. اكثر برامج هنا يقول لك تجربهم. شو تايم موجوده من اول، ستارز موجوده من اول، ايبكس جديده نزلت الحين في النسخه التجريبيه الثانيه ما كانت موجوده فانضافت الحين جديده. فالحلو فيها ان ابل جالسه تجمع شركات كثيره في تقدم يعني هذا بالنسخ الحين ما كانت موجوده في النسخه الاولى نزلوها في النسخه الثانيه. فالحين شركه ثانيه نزلت في التي في مثل ما نشوف تراي فري لو بنضغط عليه طبعا ما راح اشترك فيه بس بنشوف راح يعطوني اياه اسبوع واحد مجانا بعدها راح يخصم مني $6 تقريبا كل شهر اسبوع كامل يعني طبعا مو بكل البرامج شهر زي ما قلت لكم. الحين نشوف هذاك اسبوع ذا الموقع ستريمينج ذا يعطيك اسبوع برضو فمو شهر اكثرهم اسبوع. ستارز ما عندي خلينا نشوف كم راح يعطينا ستارز مو برضو اسبوع فتقريبا ممكن اكثرهم اسبوع. شو تايمز اوريدي عندي فما راح يقول لي اشتراك ما ادري ليش قال اشتراك ماني مسجل اصلا فيه. شو تايم عندي انا ابغى اضغط عليه هنا او بلاي على طول شغال كونكتد. الى الان اذا ضغطت على البرنامج راح يفتح لي برنامج شو تايم. اتمنى ابل تعدل الحركه انه خلاص ليش انزل البرنامج بما اني عندي
اوكي ابل اذا كان عندك برنامج تي في بتجمعين فيه كل البرامج، فما لها داعي ان تجمعينه هنا وتضغط عليه وراح يفتح البرنامج الرئيسي. اتمنى في المستقبل يعدلونه، وبرضه حتى لو انه ما يفتح انا اتمنى انه يخلونه انه يفتح يعني هنا، لكن حتى لو ما يفتح الحلو فيه انه مجمع لي كلهم هنا، بدل ما اني مثلا ببحث عن فيلم وما ادري هل الفيلم موجود في شو تايم، موجود في نتفليكس، موجود في طبعا نتفليكس ما نزلت هنا بس موجود في شو تايم، في اتش بي او، في هولو، فما يحتاج اني افتحهم كلهم وابحث فيه، ابحث في المنصه دي ويطلعون لي كلهم. مثلا لو نبحث مثلا بلاك ليست، اوكي هذا هو موجود هنا وهو مش فيلم مسلسل، يفتح لي اياه هنا. حلو معطيني اياه في الان بي سي، موجود برضو موجود في نتفليكس، او حاطيني انه في نتفليكس هنا مع نتفليكس ما معاهم في البرنامج، بس حلو يعني. اوكي فتح لي نتفليكس وشغلني اياه ما اشوف. حلو اوكي، بس تقريبا هذا التغييرات اللي نزلت في التي في. في تغيير برضو جديد نزل الحين عن ابل، تنبهك اذا كان عندك مثلا الحين مثلا سماعات الايربودز الجديده حقت ابل، هذه هي وهذه السماعه القديمه عندي، اذا بفتحها على طول بتش بيطلع لي الحين الاشعار من تحت مثل ما نشوف طلعت عندي. لكن الحين ابل راح تنبهك اذا كان عندك مثلا سماعتين وبالغلط حاط مثلا فاصل دي، نسكر دي وحاط كذا. الحين شو اللي عندي محطوط؟ عندي السماعه الباكت، السماعه الجديده اوكي، السماعه اللي على اليمين الايربودز النسخه الجديده، السماعه اليسار النسخه القديمه. فالحين لو بتفتحها راح يقول لك هنا مثل ما نشوف، يقول لك ان اللي على اليسار النسخه القديمه الفيرست جينيريشن، اللي على اليمين النسخه الجديده ريد جينيريشن، فلازم تعدلها. نقول لك لو بنضغط على اكس خلينا نشوف، سكر ونفتحها ما تقدر تستخدمها، لازم تعدلهم. فلو بجرب الحين بشيل الاولى اللي على اليمين وبحط كلهم قديمين، ثنتين هم النسخة القديمة الحين، سكرتها كنسله نفتحها. حلو اشتغلت، فاشتغلت وشغلوا لي النسخة القديمة لان انا مسميها انا احمد ايربودز على النسخة القديمة، اما اذا كان النسخة الجديدة راح يكتبون عليها احمد سكند جينيريشن ايربودز. فحلو يعلمك ان السماعتين دي النسخة القديمة، حتى لو انك مسميهم عندك في الجهاز يعني الاسم ما راح يكون على العلبة، يكون على السماعة. فلما اشوف اشتغلوا، لكن لو افصلها نرجع نحط واحدة هذه النسخة الجديدة، نسكرها نفتحها مرة ثانية مثل ما نشوف ما يقبل، لازم نحط الثانية. طبعا خلينا نجرب الحين داوم كذا، نحط اللغة العربية نشوف الاسم أو التعريب شو اللي بيطلع لك. طيب عربتها، لو نفتحها الحين اوكي يطلع لنا بالعربي برضو. حلو مثل ما نشوف يقول لك ان على اليسار الجيل الأول وعلى اليمين ويت، كيف قلبين من على هذا مش اليمين هذا اليسار، تعريب غلط الى الان لان هذا اليمين وهذا اليسار، بس ما ادري كيف كاتبينهم كذا. المهم هذا الجيل الاول يقول لك. طيب افصلها احط الجيل الثاني اوكي كيف ويت، هذا اللي على اليمين والله انا اللي جبت العيد مو بهم. دقيقه الحين فصل ذي الثنتينهم، أبرجع دي كنسلها نفتحها ما أبغى بلين. طيب نشيل هذه أنا اللي جبت العيد. طيب كنسلها نسكرها الحين نرجع نفتحها، سكر هذه اوكي. الحين هذه النسخة الثانية مثل ما نشوف مكتوب عليها السكند، انا كم سميها من الاعدادات في البلوتوث، فلو افصلهم الحين هذه النسخة الثانية، احط النسخة الاولى سكرها افتحها يطلع لي النسخة الاولى، انا مسميها النسخة الاولى كذا. فحلو يعني البلوتوث مثل ما قلت لكم مكتوب على نفس السماعات، فما راح تتعب نفسك انك تغير يعني مش على العلبة على السماعات نفسها. سكرها الحين نشوف نفتحها مره ثانيه نشوف السكند تطلع لي الحين مثل ما نشوف، فشي حلو كذا. هل بتشتغل على النسخه القديمه ولا لا؟ خلينا نجرب على الايربودز النسخه القديمه، نجرب سكرناها نفتحها اوكي حلو، حتى النسخه القديمه تطلع لك. فمن السوفتوير الجديد 12.3 حتى النسخه القديمه يعلمك انه حتى لو السماعه بالنسخه القديمه اللي عندك، طبعا ما ادري من اللي بيصير عندنا نسخه قديمه ويصير عنده سماعه جديده، بس اوكي اوكي كذا رجعنا مضبوط. هذه النسخة الجديدة والسماعات اللي داخل، هذه النسخة القديمة والسماعات اللي داخلها. بس تقريبا هذه التغييرات اللي موجود كلها في النسخة 12.3 النسخة الثانية.
نجرب معاكم الحين الجيك بنش وسرعه الشبكه. طبعا قبل حدث برضو الساعه ما فيه اي تغيير. الساعه كانت عندي مشكله في مكالمات، لو اكلم اي شخص عندي هنا ما كان يوصل الكلام، الحين بالنسخه الجديده يقوم يوصل له. هذا تقريبا بس الفرق في الوكي توكي. نجرب معاكم سرعه الشبكه مثل ما قلنا. دقيقه نطفي الشبكه نرجع نشغلها عشان بس نعدلها شوي. نفتح سبيد تيست، نشغل الشبكه. اوكي الوايرلس الحين. اوكي نضغط نشوف كم يعطينا احنا على الوايرلس. اوكي التنزيل عطاني 85.3 والرفع برضو عطاني 85.9. هذا على الوايرلس. نطفي ونشغل الشريحه الحين. ان شاء الله تعدل الشريحه مش نفس اول. نجرب نرجع مره ثانيه نطفي الشبكه ونرجع نفتحها عشان بس التاكيد. نضغط الحين الشبكة ما بعد تجي. اوكي سوري ما بعد تجي الشبكة. اوكي جات الحين. نضغط نشوف الحين. لا الحمد لله تعدلت، افضل بكثير من اول. النسخة الاولى كانت مدنية بقوة السرعة، فالحين التنزيل عندي 135 والرافع عندي نقول 12. نجرب مرة ثانية نشوف. طبعا دقيقة خلينا نشوف الشبكة نحذفها نرجع نسويها مرة ثانية. اوكي خلصنا. نجي النتائج هنا مثل ما نشوف على الشبكه، هذه في نسخه ال 12.3 النسخه الاولى، هذا 12.3 النسخه الثانيه. في التحميل كان عندي 73.7 هذه النسخه الاولى، في النسخه الثانيه الحين 125 هذا في التحميل. في الرافع كانت عندي 11.4 والحين 14.2، ما في فرق كثير. اما في الوايرلس شبكه تقريبا ما في فرق، لان كانت عندي 78.2 في التنزيل وفي الرافع 87.3 هذا في النسخه 12.3 النسخه الاولى. النسخه الثانيه الحين صارت عندي 85.3 والرافع 85.9 تقريبا ما في فرق. الفرق الوحيد الملحوظ الحين عندي على الشبكه، يعني الحمد لله الشبكه رجعت. طبعا اول صارت عندي 166 في الاي او اس 12.2 لكن مو في الشقه، كنت برا يعني فرق البرج كان يختلف، هذا الفرق اللي كان عندي من قبل، فيعتبر حلو الحين عندي في الشقه و125 ممتازه. لو نروح الحين للجيك بنش نشيك الحين، نضغط عليه نضغط هنا ونبدا ونرجع معاكم بعد ما يخلص. طيب رجعنا معاكم بعد ما خلص. فلو نخش هنا ونشيك، هذه نسخة 12.3 النسخة الأولى وهذه النسخة الثانية. المالتي كورد في فرق كبير، الحين نصل ل 11005 كان أول 10959، ففي قفزة يعني وصلنا ل 11000، يعني قفزة تقريبا 100 أو أقل من 100. مثل ما نشوف هنا هذا النسخة الأولى 10959 والسنجل كور 4803، أما في النسخة الجديدة 11005 في المالتي كور والسنجل كور 4809. بس تقريبا هذا التغييرات، ما في شيء جديد ملحوظ في النسخة 12.3 النسخة الثانية. في فرق بسيط تقريبا ما حد راح يلاحظه وما ادري ايش له ايش تحتاج فيه، انك لو تخش هنا شعريرات الشبكة الخليوي كانت في النسخة القديمة ما تقدر تلعب فيها هنا اذا كنت في نمط طيران. لو اخش نمط طيران كانت تصير عليها هنا مظلل ولا تقدر تلعب فيها، ما تقدر تتحكم فيها. لكن الحين شغلت نمط طيران تقدر تخش هنا وتعدل الاعدادات، مثلا الرقم السعودي اقدر اخش عليه واطفي اشياء من قبل ما اشغل الشبكه مثلا، او الرقم الامريكي اقدر العب فيه هنا قبل ما افتح الشبكه يعني عادي. في النسخه القديمه كانت ما تقدر تفتح الخيار هذا اذا كنت مشغل نمط طيران. بس هذا الفرق. ان شاء الله عجبكم الفيديو، فاذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك المقطع. والسؤال اللي كان في بدايه الحلقه، هل تبون فيديو منفصل لحق تقييم النسخه نفسها او مع البيتا اللي بعده، يعني نزل البيتا 12.3 النسخه التجريبيه الثالثه، راح اتكلم بالتفصيل عن النسخه البيتا الثاني قبل ما ابدا المراجعه، يعني في نفس الفيديو في البدايه. فبكيفكم انتم اكتبوا لي تحت في التعليقات، واذا حبيتوا الفيديو لا تنسون نشر المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، واللايكات تشجعني اسوي فيديوهات اكثر. وبس السلام عليكم.